حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثني سالم عن كُريب، عن ابن عباس، قال: حدثتنا ميمونة، قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها